اهلا بكم كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي الليله. النهارده معانا حلقه مميزه جدا، بسعد بوجود صحبه من زملائي الاعزاء سواء كان محمد سعيد، عمر ربيع، ياسين، او طبعا الفقره الخاصه المهمه جدا خاصه لائحه النادي الاهلي بيعملها زميلنا الاستاذ شريف فؤاد. النهارده هتبقى فقرات مميزه جدا، وهيبقى عندنا النهارده كلام مهم جدا في الاهلي ليله. لكن خلوني الاول ارحب بزميلي محمد سعيد. مساء الفل يا حماد. مساء الخير زميلي العزيز ايهاب الخطيب، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في برنامج الاهلي ليله. النهارده طبعا عندنا تفاصيل كثيره جدا وموضوعات حيويه، الفقره العالميه ومباريات الدوريات الاوروبيه، لائحه النادي الاهلي ودستور النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، وعندنا مباراه الاهلي والانتاج الحربي غدا. كل هذه التفاصيل والاحداث في هذه الفقره في هذا البرنامج، تفاصيل مهمه جدا 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 لكل جمهور النادي الاهلي زميل ايهاب. محمد اكيد مباراه الغد مهمه جدا، مباراه الاهلي والانتاج ان شاء الله هتكون في تمام التاسعه مساء. هنشوف مباراه مختلفه بكره لان هيكون فيها جمهور النادي الاهلي، السماح ب 5000 متفرج، 3 لصاحب الارض و1000 ونص لطلاب الجامعات و500 للفريق المنافس. دي حاجه كويسه يا محمد، وان الجمهور يرجع تاني ونشوفه في الملاعب. ودايما رسالتنا للجمهور هتخش 10 وهتشجع والدنيا هتبقى حلوه، هنبقى 20، هتخش 20 والدنيا تحلو هنبقى 50 وهكذا يا محمد. ده حقيقي بالفعل زميلي ايهاب، يعني الشيء الايجابي والجيد في هذه المسابقه السنه دي عوده الجمهور، حتى لو بالشكل او الطريقه اللي احنا ممكن لسه منتظرين افضل منها خلال الفتره القادمه، لكن هي بدايه جيده، لان الجمهور عاد خلال الفتره الماضيه في المباريات الافريقيه للانديه المصريه وتحديدا مباريات النادي الاهلي في البطولات الافريقيه، عاد ايضا في مباراه منتخبنا الوطني في تصفيات كاس العالم والمدرج والكاليستات كان كامل العدد، لكن كان يتبقى فقط المباريات المحليه. كاس مصر العام الماضي الفاينل مباراه الزمالك وسموحه كان بحضور جماهير، لكن مباريات الدوري منذ سنوات طويله وشاءت الاقدار كانت اخر مباراه بحضور الجمهور كانت مباراه الزمالك وانبي، واليوم اول مباراه بحضور الجمهور بعد هذه الفتره الطويله ايضا مباراه الزمالك وانبي. لكن نتمنى خلال الفتره القادمه ان شاء الله الجمهور يضرب المثل ويكون عنده احقيه بالفعل ان يحضر زي ما جمهور الاهلي ضرب المثل في كل المباريات الافريقيه، وقال ان عندي احقيه ان احضر كل مباريات النادي الاهلي وكل المباريات بحضور جماهير خلال الفتره القادمه، لان بالتاكيد حضور الجماهير هيفيد اللعيبه وهيفيد كل المنظومه الرياضيه، لان انت اكنك بالظبط متواجد على مسرح بدون جمهور اكنك ما عملتش حاجه. فبالتالي اللعيبه في الملعب لما تحس بوجود 5000 او 7000 او 10000 قدر الامكان هتحس شويه ان المنظومه الرياضيه بتعود شويه. اكيد يا محمد، وفي برضه بشرى ساره جدا، النهارده كان في الاجتماع الامني لمباراه مصر والنيجر ان شاء الله يوم السبت المقبل على استاد برج العرب. 40000 مشجع، 40000 مشجع، ودي طفره كبيره يا محمد جدا في الفتره اللي جايه لما بنقول ان الجمهور هيبدا يدخل. كنا بنتكلم بالعافيه في 15000 وفي 10000 وفي 20000 وفي 25، النهارده لما تبقى البدايه في مباراه النيجر 40000، ان شاء الله المباريات اللي بعد كده في التصفيات نقدر نقول 60، وبعد كده نقول السعه الكامله للاستاد 80، وتبقى الامور افضل. لان زي ما بقول لك يا محمد، هو المشجع انت بتخش تعمل ايه وبتطلب ايه، وهو ده اللي هنبدا يخلينا الفتره الجايه والمرحله الجايه نبدا اكتر واكتر. لكن جهود كبيره جدا لعوده الجماهير، السيد رئيس الوزراء، السيد وزير الشباب والرياضه، دي كانت تعليمات صريحه من اول 9. جمهور راجع النهارده مباراه الزمالك وانبي، بكره الاهلي والانتاج، يعني بنتكلم يوم السبت الجاي 40000 مشجع يا محمد، ودي حاجه ممتازه جدا، واتمنى ان الجماهير تستثمر ده حقيقي. يعني اشهر خلال الفتره القادمه باذن الله ان الجمهور هيكون له دور كبير جدا في تنفيذ هذا القرار بشكل عملي وبشكل فعلي على كل ملاعب الانديه المصريه في الفتره القادمه. عودة الجماهير ليست فقط للعيبة أو الأجهزة الفنية، عودة الجماهير هو رواج جيد للوسط الرياضي بشكل عام، هيفرق كتير جدا في التغطية الصحفية، في التغطية الإعلامية، في صورة المسابقة المصرية وكرة القدم المصرية أمام دول العالم بشكل عام ودول الخليج العربي. لو بنقارن بين مباريات الدوري المصري والدوريات الأخرى سواء الدوري المغربي أو الدوري السعودي، عندنا القدرة الفنية داخل الملعب بنشوف مباريات قوية جدا، لكن كان يتبقى بالنسبة لنا عودة الجماهير. الجماهير خلال الفترة القادمة إن شاء الله هتكون عنده حسن
حسن ظن المسؤولين بتنفيذ كل هذه الاشتراطات لعودة الجماهير بشكل جيد، ويكون المسألة بإذن الله تدريجية بدءا من مباريات الدوري في هذا الأسبوع، الأسبوع الخامس من مسابقة هذا الموسم، وحتى إن شاء الله نهاية هذا الدوري نصل إلى ملاعب كاملة العدد بإذن الله، ويكون استاد القاهرة واستاد برج العرب وكل الملاعب بإذن الله، خاصة الأندية الجماهيرية، لأن الأندية الجماهيرية تحتاج جماهيرها بشكل كبير، وعندما يعود جمهور النادي الأهلي إلى الملاعب تختلف الصورة تماما سواء في المسابقة أو حتى في المنافسة. مظبوط يا محمد، لكن أكيد بقى عايزين نعرف عندنا إيه النهاردة. النهاردة حلقة دسمة كالعادة، عندنا تفاصيل كثيرة جدا، ما بين أن أنت كمان بتوعي الجمهور وبتوعي الأجهزة الفنية وبتعرف الجميع في الوسط الرياضي دور الهيئة المصرية لمكافحة المنشطات. الفقرة الأولى فقرة مهمة جدا معاك زميلي إيهاب مع دكتور أسامة غنيم رئيس اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات، وهذا الأمر أمر هام وحيوي جدا، مهم جدا في الوسط الرياضي يكون عنده دراية بهذا الأمر، وهل مصر بإذن الله خلال الفترة القادمة هيكون عندها قدرة أن تفتح أو يكون عندها معمل للكشف عن المنشطات؟ ده أمر مهم جدا وهيكون في الفقرة الأولى الحوارية معاك. ثم الفقرة الثانية عندنا فقرة الجمهور، وبنتكلم فيها عن الجمهور ازاي بيستقبل فكرة عودته الى الملاعب خلال الفترة القادمة، رأي الجمهور، تقرير صوتي عن عودة الجمهور، رأي الصحافة والإعلام، ورأي الجمهور ذاته في ان ازاي هيرجع للملاعب في الفترة القادمة. ثم الفقرة الثالثة والهامة جدا واللي بالتأكيد خلال الفترة الحالية فقرة ثابتة مع الإعلامي القدير الأستاذ شريف فؤاد، وهيكون في ضيافته دكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي للحديث عن لائحة النادي الأهلي ودستور النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، في ظل أن خلاص خلال الساعات القليلة الماضية تم تدشين وتوزيع النسخ الرسمية من لائحة النادي الأهلي لعرضها على الجمعية العمومية قبل مناقشتها واعتمادها بشكل رسمي بإذن الله في 28 من شهر سبتمبر الجاري. ثم الختام مع الزميل عمر ربيع ياسين، والنهاردة اليوم السبت الممتاز في الدوريات الأوروبية، مباراة ليفربول صباح اليوم بالفوز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، وأيضا عندنا تفاصيل جدا كثيرة تتعلق به محمد صلاح والدوريات الأوروبية، الدوري الأسباني والدوري الإيطالي، ومباريات كثيرة جدا في الدوريات الأوروبية. زميلي إيهاب، أكيد محمد كلام مميز جدا وحلقة تكون مميزة، لكن هنسيب الكلام بقى على محمد صلاح لزميلنا عمر ربيع ياسين، رغم أن لازم نقول أن يا جماعة محمد صلاح بيتعرض لضغوط كبيرة جدا. محمد صلاح واضح جدا مباراة النهاردة أمام ليستر سيتي مش هو محمد صلاح، بيضيع واحدة في أول المباراة، الأمور مش ماشية معاه بالشكل المطلوب، بيتغير في الدقيقة 71 وبينزل مكانه شاكيري، علامات خطر كبيرة جدا على محمد صلاح والستايل اللي بدأ يظهر بيه من الضغوط الكبيرة، بعد ما طبعا هو واحد من أقوى اللعيبة على مستوى العالم، واللي مرشح اللي كان مرشح لنيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وقصة الحراسة الشخصية وكلام كتير. خلينا نقول لكم للنهاردة وكيله أرسل خطاب آخر لاتحاد الكرة في نفس الطلبات، ولكن بعيد بقى عن الحاجات اللي كان فيها مشاكل أو عن اللهجة اتحاد الكرة، بيقول كل طلبات صلاح أوامر، زي ما قلت لكم لو فاكرين بقى وكنا سابقين الحلقة اللي فاتت، إلا الحقوق الإعلانية هنقعد ونتكلم فيها، وده حق الجميع على فكرة. وعمر ربيع ياسين كمان هيقول لكم إن كريستيانو رونالدو طالب ثلاث حراس شخصيين زيادة في اليوفي مع الاثنين اللي معاه عشان يبقوا خمسة، ومش طبعا هنسيب بقية الكلام لعمر ربيع يا محمد، وارجع لك عشان تقول لنا عندنا إيه من المزيد. بالفعل برضو زميلي إيهاب، وانت بتتكلم على موضوع محمد صلاح والتفاصيل الكثيرة خلال الفترة الحالية، بالتأكيد حدث مهم جدا موضوع محمد صلاح وأثار العديد في الوسط الرياضي، لكن النهاردة حتى وإحنا بنناقش وبنتابع هذه الفقرة العالمية اللي هيقدمها لنا زميلنا عمر ربيع ياسين، النهاردة حتى تغيير صلاح في الدقيقة 70 في مباراة اليوم، كل هذه العوامل بتوضح إن مسألة التركيز واضحة كتير جدا على النجم الكبير محمد صلاح في الفترة الحالية. لكن في هذه اللحظة نخرج إلى فاصل، ثم بعد الفاصل الزميل إيهاب الخطيب وفي ضيافته دكتور أسامة غنيم رئيس المكافحة المنشطات بمصر.